السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد اعزائي المشاهدين في القناه ديالكم افال، القناه العقاريه بامتياز اللي كتقدم لكم عروض مختلفه من شقق فيلات ما الى ذلك، وكذلك كتعطيكم فكره على اخر ما كاين وصيحات الديكور في الصباغه البيبان ما الى ذلك مع الالومنيوم من الفصالات ديال الشقق. اذا كنبغي نرحب بجميع المشاهدين الاعزاء اللي مازال ما اشتركش، كنقول له مرحبا بك في القناه ديالنا بالضغط على الزر ديال الاشتراك وكذلك بالضغط على الزر ديال الاعجاب، راك كدعمنا وكتدفعنا باش نزيدو القدام. على بركة الله جبنا لكم شقة من نوع دوبلكس، هذه ماشي سوبلكس، راها دوبلكس اللي فيها السفلي والفوقي ديالو، اللي كتكون من صالون وسيجور ومطبخ في الطبق الارضي والفوق الغرف. اذا انتم كما كتشوفوا معايا بالنسبة للديكور اللي كاين في هذا الدوبلكس، ديكور اللي هو راقي وممتاز من التناسق والالوان والتريات لافينيسيون اللي تعزلت في هذا العقار ممتازه، وما زاده رونقا وجمالا هو الاثاث ديالو بالطريقه البلديه لحقه وطريقه والطريقه الروميه لحقه وطريقه. ونبغيكم تخليوا لي في الكومونتير الحاجه اللي عجبتكم اللي تارت الانتباه ديالكم. بالنسبه في المدخل ديال هذا الدوبلكس كنلقاو بورت بلاندي، داك البيبان المقاومين للكسر، البيبان الكبار. كنزيدو شي شويه حتى نلقاو هاد السيجور. لاحظتوا معايا حتى في الفراش ديال السيجور ما شاء الله كاين واحد الذوق، واحد الاناقه من الريدو ديالها كتبان. كاين داك الريدو في السيجور ريدو رومي، وبالنسبه للصالون بلدي وبالريدو ديالو بلدي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والله يسخن ان شاء الله الماليها واللي غادي ياخذها ان شاء الله بحول الله. انتم كتشوفوا معايا بالنسبه للصالون هاز جوج ديال الطبالي، اذا الصالون اللي هو كبير ومتسع. المساحه ديال هاد الدوبلكس اللي هي 164 متر مربع في 82 لتحت و 82 للفوق، مساحه اللي هي كبيره. جاي في عماره اللي فيها اربعه ديال الطوابق، كاين لاسانسور، كاين المرآب ديال السيارات كذلك، وفي موقع اللي جد ممتاز اللي هو الحي ديال الأنسي. الحي ديال الأنسي واحد الحي اللي هو عامر، وعامر بالسكان، عامر في الحوايج اللي كنحتاجوها في الحياه العامه ديالنا، من بيسري، من جامع، من كذلك من ابناك، من سويقه، من مدارس، كولج، كل شيء كاين في الحي ديال الأنسي. مطبخ اللي هو عصري جاهز واجد، كوزينه فيها لي بلاكار ديالها، لي تيروار هزه كل حاجه في بلاصتها، الثلاجه ديالها كاينه، لا هوت لا بلاك. حتى الالوان اللي تختارت الالوان اللي هي ممتازه غاديه مع الصباغه كما كتشوف معايا، الصباغه ديال السيجور وكذلك الصباغه ديال الصالون نفس الشيء. كما قلنا كيتواجد هذا الدوبلكس كيتواجد في حي أنسي بمدينة مكناس. ومن هذا المنبر أعزائي المشاهدين كنبغي نقول لكم بأننا حنايا أجونس إيموبيليير اللي سميتها ولا وكالة عقارية سميتها أفائل. الموقع ديالنا ولا الوكالة ديالنا كتواجد بحي رياض زيتون، إنها وكالة عقارية صديق. أي واحد بغانا راه ممكن يلقانا في المكتب ديالنا. الى بغيتي تبيع شي عقار مثلا، عندك شي برطمه ولا عندك شي فيرما ولا شي ارض فلاحيه، ولا كذلك عندك شي ارض اللي قابله للبناء، مثلا شي فيلا قديمه ممكن تردم وتبني فيها عماره ولا شيء، ما عليكم الا التواصل معنا والاتصال بنا، عندنا ممكن اننا نلقاو لكم ناس اللي غادي يكونوا مهتمين بالعقار ديالكم. وحاجه اخرى اللي كنبغي نضيفها هي ما تنساوناش بالضغط على الزر ديال الاعجاب، لان بصح راه كنقوم بواحد المجهود كبير وجبار باش اننا نلقاو لكم احسن العروض واحسن العقارات اللي تنال بصح الاعجاب ديالكم، عروض اللي كتلقاوها حصريه في القناه ديال افائل. واخا بالنسبه للناس اللي كتنتظر باش تسمع الثمن ديال هذا العقار هذا الفخم، الثمن ديالو اللي ثمن منافس من ناحيه ديال الشقق الكبار، بالنسبه للثمن ديالو هو 800 الف درهم، هي
80 مليون بالنسبة لهذا الثمن هذا، قلت 100,000 درهم، أي 80 مليون وقابل للتفاوض شيئا ما. فيه تفاوض الديبلكس راه مقارنة مع عقارات أخرى راه ثمن لي ممتاز. الموقع راه موقع رائع، ما كنهضروش على الموقع، موقع ممتاز بدون نقاش. هانتوما دابا طلعنا اعزائي المشاهدين، طلعنا للفوق الليطاج باش غادي نشوفوا التقسيم ديال هاد الدوبلكس كيفاش كيتقسم. فيه هنا يا حمام هو كبير، وممكن يزيد الانسان سيباراسيون بالالومنيوم، ولا يزيد سيباراسيون بالجاج ترومبي. غرفه ديال النوم اللي هي غرفه كبيره، مثلا الغرفه هذه ديال الوليدات هانتوما غرفه كبيره اللي هازه جوج ناموسيات كبار، ماشي ناموسيات اللي هما صغار. حتى هي فيها الصباغه ديال هذه البلاتينيوم الى ذلك، هازه بلاكار وهازه جوج ديال الناموسيات من حجم المتوسط. كاينه غرفه واحده اخرى اللي ممكن تكون حتى هي غرفه ديال النوم ولا غرفه الضياف، ولا شوف على حسب الاحتياجات ديال الانسان. ومازال ان الغرفه رقم 3، الغرفه رقم 3 اللي هي غرفه ديال النوم ديال الوالدين، هي غرفه اللي بالدريسينغ ديالها وبالحمام ديالها. كنتمنى اعزائي المشاهدين يعجبكم هذا العقار هذا، وينال الاعجاب ديالكم كذلك الوصف والطريقه ديالنا ديال التصوير ما الى ذلك. وما تنساوناش بالضغط على الزر ديال الاعجاب. اي واحد يعجبو هذا العقار وبغى يشوفو عن قرب مالي الاتصال او التواصل معنا عبر ارقام ديالنا اللي كتشوفو لتحت اسفل الفيديو. وكذلك كنبغي نزيد نذكر الا بغيتي تبيع شي عقار ديالك، الوكاله العقاريه افال الوكاله الاحترافيه، راه الاشاره ديالكم ممكن اننا نقدمو يد العون. وبالنسبه نزيد واحد الحاجه، هي بالنسبه للاتعاب ديالنا راه اتعاب اللي هي جد جد بسيطه في البيع وكذلك في عمليه الشراء. كنشكركم اعزائي المشاهدين على المشاهده ديال العقار والمشاهده ديال الفيديو. كنقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في عقار مقبل وفي وصف شقه مقبله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.